بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به في دقيقة الديفوز. Ces informations là, que ce soit des informations qui sécurisent ou des informations qui inquiètent. وإذا جاءهم أمر من الأمن يعني خفت عقولهم وغياب عقولهم وسوء تدبيرهم وسوء سلوكهم. وإذا جاءهم أمر أن أقول لكم راهو بعض أشياء لأن احنا أطباء نعرف كيفاش نوصوك كيما نوصو روحنا من خلال القرآن والسنة على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم كيما كذلك نوصوكم على ضوء ما حدثنا ربنا في وربكم في شأنكم وكما علمنا نبينا المعلم الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وأي اللي ديفوز ولو ردوه إلى الرسول لو كانوا حقيقة ربانيين أتباع الرسول الأمين عليه الصلاة والتسليم ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم على حقيقة المؤمنين عقلاء مجتهدين يبذل المجهود باش يفهموا ما حملوا من أخبار سواء كأخبار مفرحة أو مخيفة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا موجود ولولا فضل الله كما تكرر في سورة النور. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن عسى الله أن حرضهم على الثبات على ما ثبت من القرآن وسيرة الرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وابتلي شد صحيح فيما وصلنا من الله مباشر من إلهام خيري توحيدي ولا قرآني ولا محمدي على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل. إذا كانت خلوا روحكم عندكم قدرة وعلم نكلوا بينا يرى وربي أشد بأس وأشد تنكيل. من يشفع شفاعة حسنة يكون أرى شوف ربي كيفاش يوصي. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة مش تلقى كما تدين وتدان يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييت بتحية شوف الأدب فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم دائما يأكد ربي على حدوث الساعة. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم في بشر بط بالتوحيد بحتمية الساعة. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه يأكد لي كونه لا يجمعنكم بالتوكيد بلم التوكيد ويجمعنكم لا ريب فيه زيد أكد ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم المنافقين فئتين والله أركسهم أي ذلهم وخيبهم بما كسبوا لأنهم كسبوا السيئات فلا يلقون إلا الخيبات. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. الكلاب التوانسة اللي يخدموا بالمقلوب من كيد الإسلام يبدأ وقت يجب الذنب على أي يهودي من الوزير ذكا تولد دينا ربما يحق الواد والله أعلم تاريخه خطر ما يحلوش حقيقة لا حقيقة في الأجزاء ولا في الكليات. نسأل الله السلامة وزيدوا اسمه هذا القرآن العظيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا تحدثنا في العمق في شأن هذه الظاهرة. ودوا لو تكفرون وما في صدورهم من ظلمات وكيدات. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء شي حبوا حبوناش متميزين عليهم فلا تتميزين عليكم يعني في المبس وتدخلوا الجهنم ولا عذاب الدنيا وعذاب القبر. فلا تتخذوا منهم أولياء هذا شقلنا ربي إنتم خذيتوا أولياءكم جون وجاك ومادلين ستلقون عشرة طيبة أما في جنة وحتى بنهايات حياتكم
وفي مقابركم اللي حفر من حفر النار، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله قولا وفعلا، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم خضر ما فما كان التأمر علينا، ما استناهمش حتى يقضي علينا، ولهذا استناه قريب العاجل نصفيوا الحسابات معكم يا كلاب تونس ولا مصر ولا الشام ولا حتى اليونان، فإن تولوا خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم، هذه العلاقات الدولية بين الجماعات والشعوب، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، وتحدثنا في الموضوع هذا هذا le côté judiciaire et le côté réglementaire de l'islam à l'échelle internationale. Et les gens qui sont à la commune بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصيرت صدورهم خافوا منكم أن يقاتلوكم خابين أن يجابوكم أو يقاتلوا قومهم بين بين، ولو شاء الله لسلطهم عليكم ورحمنا ربي اللي ما سلطهمش علينا لقاتلوكم، لو تسلطوا علينا مش قاتلونا، وإحنا مناش من نوع نشتهي الحرب، إحنا نخوضها إن اضطررنا إليها، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تتمنوا لقاء العدو، وربنا يقول لنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إذن طبيعتنا أن نكره الحرب عموما، ولكن نخوضها بما يلزم من استعانة بالرحمن وتأسي برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. كان هو الأولاني إجابة العدو ونحن من ورائه عليه الصلاة والسلام. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم أي كفوا أيديهم عنكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، دخلوا في عهد مسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيل شوية حتى كيف ندابو موش محضر روحه للفتك بينا ما نحاربوش، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يعني هنا روحهم من الطرفين، من طرف المسلمين ومن طرف قومهم الغافلين المعتدين الأشرار، أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما جاءت فرصة باش يدخلوا في فتنة ويدخلوا اون سيديسيون، يعني فتنة دي سيديسيون يثور علينا يثور، فإن كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام مدخلوش في عهد سلام وهدنة ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتهم، شفت لا سيفيريتي ولا لو ديبي، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي وإن كانوا كافرين، إلا أن يصدقوا إذا كان من الكرماء بعض الأحيان، فإن كان من قوم من عدو لكم وهو مؤمن فالمقتول يعني مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذه العهود الدولية فدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة مؤمنة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ومن يقتل مؤمنا رجعوا له هدية اللي موجود اليوم فعلا بلا حساب، المقتول ما يعرفش علاش قتل والقتل ما يعرفش علاش قتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا وانتم تغلي صدوركم المريضة علينا وما تطمئنوا ولا بالقضاء علينا، ولكن انتم تجريوا وراء صراع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خذ عندك جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واطرده من رحمته وعد له عذابا عظيما، يعني هيئ لك عذاب غرو مورسو دو دولور دي بيرالجي، والسلام على أهل السلام.